لما نتكلم عن الجينات في عالم الفن، أكيد كلنا عايزين جيناتها، أكيد كلنا عايزين نبقى زيها، لأن هي جيناتها أنا بشوفها مختلفة عن كل البشر. عندها جينات مش بس فنية بتخليها متربعة على عرش الفن في الوطن العربي، ولكن عندها الجينات الإنسانية اللي بتقدر تساعد بيها الناس وتكون مع الناس وللناس، وبتوجه كل طاقتها الإيجابية لإسعاد الناس. بتتميز دايما بالبساطة، بتتميز بالعمق والإقناع. الفن بالنسبة لها رسالة كبيرة. هي معروفة في الوطن العربي بأنها الرمز والأسطورة. في لجنة تحكيم الأوسكار صورة مشرفة للفن العربي، سفيرة للنوايا الحسنة في أعمال الخير في جميع أنحاء الوطن العربي، صاحبة النشاط الاجتماعي البارز، فنانة لن تتكرر، حققت أعلى درجات التميز والجودة، ووصلت إلى الارتقاء الذاتي بجيناتها الإيجابية. طبعاً كلكم عرفتوا هي مين، هي الأيقونة يسرى. كده ينفع وكده ينفع. انا ما بعش ارضي وارض عيني، واخويا الله يرحمه ما كانش ناوي يفرط في شبر واحد من الارض. ما تصورتش لحظه ان مستشفى الناس مستشفى عظيمه كده. لم اتوقع ابدا النظافه والالتزام، الطريقه اللي بيعاملوا بيها المرضى واهل المرضى. شفت حيطان مرسومه للاطفال علشان ما يحسوش انهم في مستشفى. شكرا جدا ومتشرفة قوي قوي بالجائزة الحلوة دي، وخصوصا في وسط التجمع الرائع ده. بشكركم جدا، وأرجو أن حياتنا دايما تكون فيها جودة وتميز. أشكرك يا دكتور، ميرسي. عايزين كلنا نقول ليسرى كل سنة وهي طيبة، عيد ميلادها 10 مارس، فتحية كبيرة ليها، وبنتمنى لها سنة سعيدة ونجاح مستمر وإرادة قوية في الحفاظ على المستوى الفني والإنساني، وتكون دايماً قدوة لكل الأجيال.